البرنامج المتداخل للتدريب والبحث والتنمية الريفية، أو زي ما الناس بتحب تختصره بكورس القرى، هو مقرر مفصلي في حياة كل طالب بكلية الطب جامعة الجزيرة، من بداية اعتماده في مقررات الكلية وحتى الآن تحقيقا لرسائل وأهداف الجامعة الموجهة نحو المجتمع، وتصديقا لمقولة العائلة التي لا تقهر للأب المؤسس بروف بشير حمد. هي بمثابة تجربة بياخد فيها الطالب لأول مرة بصورة مباشرة شعور المسؤولية تجاه أهله، ولأول مرة بحيس أنه هو طبيب قادر يدفع الألم، قادر يساعد ويقدم رعاية صحية لغيره. التجربة ذاتها بقدر ما بتعرفك بأهلك في شتى بقاع الجزيرة، عاداتهم تقاليدهم وحالهم، بتعرفك أكثر بنفسك وبتعرفك باللي بتعرفهم أكثر، وبتعرفك بناس جديدة وتوسع عبر شبكة علاقاتك. المعنى الحقيقي المتمثل في أهداف المقرر ده هو قيمة العطاء، لأنه سر العطاء ما بيكمن في مجرد أنك تعطي بس، لكن في أنك تتحول لشخص تاني أفضل، وبنفس الوقت هو إصلاح لنفوسنا كأطباء للمجتمعات دي عبر خدمته بتجرد وصدق نوايا وإخلاص. وزي ما قال ابن عطاء الله السكندري في أحد حكمه العطائية: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، أي أن كل أجساد بلا أرواح بدون إفراد القلب والنفس لعبادة الله سبحانه وتعالى. اتوزعنا على قرية وضرحم الخوالدة، وهي أحد قرى جنوب الجزيرة التابعة لوحدة ودرعية الإدارية، فيها حوالي 2400 نسمة، بتحتوي على مسجد، مركز صحي، مدرسة أساس مشتركة ومدرسة ثانوية مشتركة. لكن برغم دخول التعليم للقرية في زمن مبكر، إلا أن الآن في حوجة لتأسيس مدرسة متوسطة. يوم 11 فبراير 2023 اتحركنا نحو ريف جنوب الجزيرة، وصلنا في ظهر نفس اليوم للقرية، وكان في استقبالنا مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة الخدمية للقرية. أولى برامجنا للأسبوع كان عملية جمع الاستبيانات، وهي واحدة من أهم الخطوات اللي بنتبعها كفريق عشان نقدر نعرف المشاكل الصحية والمجتمعية للقرية، نعرف أكثر عن ظروفهم المعيشية، تساؤلاتهم الطبية، وما بنقدر نتحصل على التفاصيل دي إلا عبر الاستبيانات، وهي أهم خطوة لتحديد حلول مناسبة لكل المشاكل الموجودة. ثاني برامجنا للأسبوع كان يوم التثقيف الصحي، وكان أحد أهم الاستراتيجيات اللي اتخذناها عشان نقدر نصل لكل الفئات الموجودة في القرية، هو أنه نوزع البرنامج لجزئين أساسيين. الأول صباحي مع التلاميذ بالمدرسة، تكلمنا فيه عن الأمراض المتوطنة في منطقتهم الجغرافية، بالإضافة لطرق الوقاية منها وسبل التعامل معها، زي ما تكلمنا برضو عن مشاكل الأسنان والنظافة الشخصية وأهمية الاهتمام بها. الجزء الثاني كان مع النساء في القرية، سواء كانوا شابات أو أمهات أو حوامل، وتكلمنا معهم عن سرطان الثدي ومشاكل الأطفال في الأعمار الصغيرة ونصائح عامة عن التعامل مع الأمراض المزمنة والحمل، بالإضافة لبرنامج مسائي توعوي في المسجد للشباب والشياب. واحد من المشاكل اللي لاحظنا لها في القرية هي مشاكل الكوش وعدم توفر أماكن للأوساخ، وده كان برنامجنا لليوم الثالث، وهو يوم الإصحاح البيئي. واحد من أهم الأهداف في اليوم ده كان أننا نقدر نوطد ثقافة إصحاح البيئة في نفوس أهل القرية، من منطلق أننا نكون ضامنين لاستدامة نظافة القرية، وبالفعل لقينا تفاعل واسع جدا من الأهالي في البيوت والأطفال والشباب اللي بدوا ينظفوا بيوتهم، ومن بعد انطلقنا كلنا نحو نظافة الكوش والميادين والشوارع الداخلية بالإضافة للمسجد. واختتمنا البرنامج بتنسيق مع شباب القرية لتوفير مكبات للنفايات وتأسيس حفر مخصصة للتخلص من الأوساخ أسبوعيا. طبعا ده كله نظرا لعدم توفر بنية تحتية، بتسهل وجود عربات لنقل النفايات بواسطة رئاسة الوحدة الإدارية. الدرس الأول والمحبة، نزرع حبة علم ونور، نسقيها طموح، نشوف طريقنا بكل وضوح، نقطة وصول تكتبها، فاكر تعرف أكتبها، أكتب أكتب أكتبها، خطط صوت الرتيبة، وخليك شريف ما تبخرها، نومتك أوعى تأخرها. الماضي مفيدة كتير، مرة جدت و...
واحدة من أهم البرامج وأكبرها هو اليوم العلاجي، وهو اليوم اللي كل الناس بتكون منتظراه بحماس، وبدينا نحضر له من قبل السفر للقرية بأسبوع كامل. العلاج اليوم العلاجي كان من أول يوم وصلنا فيه للقرية، سواء عند زيارات الأسر أو في نهاية البرامج السبقته، والحقيقة دي شفنا نتيجتها على أرض الواقع بعد ما حصرنا عدد الناس الحظت برعاية صحية شاملة للدواء، والبلغ عددهم 1024 مريض. جونا فيه مرضى من قرى مجاورة سواء لتلقي العلاج أو المتابعة. يحتوي اليوم العلاجي على صيدلية بوضع ممتاز جدا، توفرت فيه كل الصيدلانيات اللازمة لعلاج كل الحالات المتوقعة، بالإضافة لأربع عيادات باطنية وعيادة جراحية وعيادتين للأطفال وعيادة للنساء والولادة وعيادة أسنان ومختبر. من بعد اليوم العلاجي بدينا نحصر كل المشاكل اللي لاحظناها في الفترة الفاتت، والبدء في تنفيذ حلول وقتية للمشاكل الصغيرة ووضع خطط لحل المشاكل الأكبر. واحدة من المشاكل اللي اكتشفناها عبر الاستبيانات وواجهناها بحلول وقتية هو وجود فجوة في تطعيمات الأطفال والنساء والحوامل، واللي حليناها في خامس أيامنا بتوفير حملة تطعيم كاملة حضرت للقرية من صباح اليوم حتى عصره. المشكلة الثانية كانت عدم توفر طبيب ملازم للقرية والمركز، برغم من وجود قرى صغيرة حول قدرحمة، والحاجة دي طبعا بتفرض وجود رعاية صحية ولية لهم، واللي واجهناها بالتنسيق والاتفاق مع أطباء عبر لجنة القرية للاستقرار بالمركز والقرية. المشكلة الأكبر اللي كانت مواجهانا وختمتها في موقف حيرة وسؤال وفي نفس الوقت حركت روح البحث والتقصي جوانا، اكتشفناها في أول يوم لنا عبر الاستبيانات، وهي وجود عادات غريبة جدا ممكن نقول عليها لتسكين آلام الأسنان. واحدة من القصص دي هي قصة واحدة من خالاتنا اللي قالت لنا أنها كان لما يجيها آلام في ضروسها كانت بتعمل لها بنزين جاز حتى مرات مناكير يعني. فالأغرب من كده أنه واحد من أهالي القرية قال أنه كان بيستخدم حمض الكبريتيك الموجود في بطارية العربات المعروف بلديا بموية النار. المشكلة دي زادت بعد ما انتهينا من اليوم العلاجي لما لقينا أنه من كل أسرة في حوالي 4-5 أفراد بيعانوا من مشاكل تسوس شديد جدا في الأسنان، وصل لدرجة أن السوسة حصلت لجذور الأسنان والأضراس بتاعته، ودي واحدة من أكبر المشاكل اللي واجهناها وبنزع لحلها الآن. امتدادا لليوم العلاجي، وزي ما خصصنا يوم للعلاج الجسدي، كان لازم أننا نوفر دعم نفسي للأهالي، واللي رحبوا ترحيب كبير جدا بالبرنامج عبر حضورهم الغير اعتيادي، ولأنه الأم هي أول معلم بيلتقيه الإنسان في حياته، كان لابد أننا نعد المعلم والمدرسة الأولى للإنسان. فكان اليوم النفسي حصرا على الأمهات بالقرية، وهو عبارة عن محاضرة حملت عنوان الأم النجيضة، يتكلم لهم فيها أخصائيين نفسيين على أساليب تربية الأطفال والتعامل مع مشاكل المراهقين. يوم الجمعة بعد أسبوع كامل في قرية ودرحمة رجعنا لود مدني حاملين معانا آمال وطموحات أهلنا في ودرحمة، عشان نرد أو نحاول نرد ولو جزء بسيط جدا من كرمهم وحسن معاشرتهم لنا في أيام مضت. أحلامنا كبيرة جدا وعزيمتنا أكبر في أننا نقدر نكمل كل المشاريع الخدمية للقرية، سواء إكمال صيانة المركز أو بناء مدرسة متوسطة أو التخلص من مشاكل النفايات بصورة أفضل.
ولأنه الحل دائما واحد، وهو أنك تعلم عشان تقدر تغير كل المفاهيم الخاطئة سواء كانت صحية أو مجتمعية، زي مشاكل الأسنان مثلا. ولأنه فعلا 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 أهلنا بيستاهلوا الأحسن، ولأنه العطر دائما بيبقى في اليد التي تعطيه.